نعم. بعض الدول صار الناس قطعوا بعض. مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه 94 بعد المئة، وصلت قوات العدو الإسرائيلي قصفها على قطاع غزة مرتكبة 6 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، كما قامت بنسف مربعات سكنية في حي الزيتون وفي مخيم صيرت. أتي ذلك في حين تواصل عدوان جيش الاحتلال أو تواصل عدوان جيش الاحتلال البري في بعض المحاور شمالا، وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي أعلنت قنص جندي صهيوني في منطقة بيت حانون. سياسيا، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تمر ببعض التعثر، مؤكدا أن الجهود مستمرة للتغلب على ذلك ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين في القطاع. في حين قال مصدر قيادي في حركة حماس إن التراجع الأمريكي المستمر في طروحاته انحيازا للاحتلال أدى لأزمة بمفاوضات صفقة التبادل بين الحركة وإسرائيل عبر الوسطاء. وأكد المصدر أن السلوك الأمريكي لن يفضي لإبرام صفقة تبادل، بل من شأنه زيادة التصعيد مما يؤدي لسفك مزيد من الدماء. وأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر إعلامية إن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا الخميس على مشروع قرار صاغته الجزائر يوصي بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. وفي تطورات الجبهة اللبنانية، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها بكثافة تجاه الأراضي اللبنانية، وذلك في أعقاب إعلان حزب الله تنفيذ هجوم مركب بصواريخ ومسيرات على مقر قيادة سرية للاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في منطقة الجليل قرب الحدود مع لبنان، ما تسبب بسقوط 18 جريحا بينهم 4 في حالة خطيرة. على صعيد آخر، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين ومستشارين سوريين وإيرانيين بأن إيران تستعد لهجوم إسرائيلي انتقامي على أراضيها أو على أراضي وكلائها. وأضافت الصحيفة بأن طهران بدأت في إجلاء موظفيها من مواقع في سوريا. وفي الوقت الذي قال فيه استطلاع للجامعة العبرية أن 74% من الإسرائيليين يعارضون هجوماً على إيران إذا كان سيقوض التحالف الأمني الأمريكي، شكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمن وصفهم بأصدقائه على دعمهم دفاعاً عن إسرائيل. وأضاف نتنياهو القول إنه يقدر نصائح واقتراحات هؤلاء الأصدقاء، لكننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، وإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها، حسب قوله. أهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا المفتوحة، والتي سنتوقف فيها عند المشروع العربي المطلوب في ظل صراع المحاور في منطقتنا، وذلك في ظل معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 94 بعد المئة على التوالي. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه التغطية، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات. دكتور منذر، مساء الخير. مساء الخير أستاذ وسيم، وكل عام أنت بخير، وكل عام مشاهدين الكرام بألف خير. وأنت بألف خير، وتقبل الله طاعتكم أجمعين يا رب. يعني دعنا نبدأ من التطورات التي شهدتها منطقتنا خلال الأيام الماضية، وأنا أقصد منذ ليلة يوم السبت. إذا نعم، نذهب إلى متابعة التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. مع دخول الحرب يومها 94 بعد المئة، تواصل قوات الاحتلال قصفها مرتكبة 6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة الماضية، كما قامت بنصف مربعات سكنية في حي الزيتون وفي مخيم صيرات. وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة بيت حانون شمالية قطاع غزة بعد عملية توغل استمرت ل 36 ساعة قامت خلالها بتجريف الأراضي الزراعية واعتقال مواطنين والتنكيل بهم وإجبارهم على خلع ملابسهم، كما قامت قوات الاحتلال بأخذهم إلى مكان غير معلوم. وفي تطورات موازية، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بكثافة تجاه الأراضي اللبنانية، ذلك في أعقاب إعلان حزب الله تنفيذه هجوما مركبا بصواريخ ومسيرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة بالجليل قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وأفاد جيش الاحتلال بأن 14 جنديا أصيبوا، 6 منهم جروحهم خطيرة جراء القصف. فيما قال استطلاع الجامعة العبرية أن 94% من الإسرائيليين يعارضون هجوما على إيران إذا كان سيقبض التحالف الأمني الأمريكي.
من جهة أخرى ذكرت القناة 13 العبرية أن 7200 جريح أدخلوا إلى أقسام التأهيل منذ بدء الحرب على غزة، وأضافت أن ثلث هؤلاء الجرحى تطورت لديهم ردود فعل نفسية. إذن بعد أن تابعنا وإياكم التقرير أبدأ الحوار مباشرة دكتور منذر، يعني دعني أتوقف عند تقييمك ولتعامل الأردن، دعنا أقول للهجمات التي شنتها طهران على تل أبيب ليلة السبت الماضي، والجميع انشغل بها من كتاب ومحللين عسكريين وسياسيين أيضا في تقييم تلك الضربة، ولكن دعنا يعني نتحدث أردنيا اليوم، نحن كأردن، الأردن الرسمي، الدولة الأردنية، كيف وجدت تعاملها مع تلك الضربات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحساسة؟ تفضل دكتور. خليني أحط الضربة في سياقها بالأول، تفضل، قبل ما أني أبلش على موقف الأردن. تفضل. سياق الضربة هو جاء بعد ضربة لدولة الاحتلال لقنصلية سفارة إيران في دمشق في حي المزة، وكان فيه مجموعة من العسكريين تقصدت قتلهم، كان فيها من يعرف بالمندوب السامي الإيراني في المنطقة، واللي كان مندوب المسؤول الحرس الثوري في دول المنطقة كافة تقريبا، وهو المسؤول عن تنظيمه. هاي ضربة موجعة كانت لإيران، لأنه الوجود الإيراني في سوريا هو الوجود الوحيد المقر من الحكومة في سوريا، وبالتالي هي تريد أن تقول الآن أصبحت في موقف محرج، ليس فقط لأنه سفارتها ضربت وهي أرض إيرانية، بل هي ستكون في موقف محرج أمام النظام الذي طلبها لتساعده في الدفاع عن نفسها. كيف ستقول له أنها ستدافع عنه طالما أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها؟ وسوريا هي عقدة الوصل حقيقة للمشروع الإيراني في المنطقة، وإسرائيل استهدفتها في سوريا منذ العامين الأخيرين، وبالتالي ردها كان حتميا، رد إيران كان حتميا. هذا الرد لم يأتي في سياق إنقاذ أهل غزة، صحيح. لأنه منذ 6 أشهر وغزة تباد، مش فيها حرب، لا، غزة تباد إبادة كاملة، وكل المشاهد اللا إنسانية اللي مارسها الاحتلال الصهيوني في غزة كانت تهز ضمير كل العالم وقادرة على أن تحرك. قال عن محور، قال أنه إحنا مع بعض، محور حكى أنه إحنا مع بعض بالخير والشر في السراء والضراء، ولكن اعتمد على مجموعة من المشاغلات لم تغير مسار الحرب والعدوان على غزة، لم تفت من عضد الاحتلال في تدميره لقطاع غزة، وبالتالي قررت إيران أن ترد. في ردها هذا كان على ضمن سياقه ضمن الصراع بين دولة الاحتلال وما بين إيران حول تسيد المنطقة وصراع النفوذ وصراع القوة في المنطقة، وليس لأجل فلسطين. صراع مشروعين، صراع ما بين مشروعين يريدا تسيد المنطقة. إيران استهدفت إسرائيل بمجموعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة أغلبها طلب منها أو علمت بحيث تأتي فوق الأردن، وهذا سأتي إليه لاحقا. أغلب الضربة باتجاه دولة الاحتلال كانت من خلال الأردن، علما بأنه كان في إمكانية لبعض المسارب الأخرى، صحيح، ولكنها تجنبتها كلها وجاءت عن طريق الأردن، وهذا مدعاة للسؤال. هذه نقطة مهمة جدا ولم يلفت، مدعاة للسؤال، ليش أنا تقصدت أن عب الجي بي أس تبع الطائرات والصواريخ أن يمر حصرا من خلال الأردن؟ هذا واحد، معنى ذلك هنالك تقصد لشيء ما، تقصد لشيء ما. إذا ما أخذناه وقرأناه في السياق الإيراني مع الأردن سابقا ولاحقا، نجد أن إيران حتى في ضربتها كانت تريد أن تضع الأردن في موقف محرج. طبعا الجميع يعلم أنه الطائرات الإسرائيل والولايات المتحدة قام بتعطيل الجي بي أس والتشويش على هذه
على هذه الطائرات. صحيح. وهي عمياء في نقطة معينة، عمياء في نقطة معينة، وستأتي نقطة هبوطها قبل دولة فلسطين، فلسطين المحتلة. يعني راح تبلش بارتفاع بعدين تنزل، وكونها عمياء قد تنزل على مدن أردنية أو عمان، وبالتالي الأردن مجبر أخلاقيا بمسؤوليته عن مواطنيه. يعني إذا الحكومة ما دمرت بعض المسيرات أو بعض الصواريخ، هذا يعني أنها قصرت في أمن مواطنيها. هذا يعني أنه أفرض واحدة من هذه الصواريخ إجت على عمان، منايب عمان، وقتلت لها 50-60 واحد وهي معبأة، يعني مش فاضية زي ما قيل، وبالتالي سيكون هناك أزمة، أزمة، أزمة ثقة بالدولة أنه أنتم ما حميتونا، أزمة علاقة بأنه هل دولتنا قادرة على حماية الناس. وبالتالي كان قرار الذي اتخذ بإسقاط بعض المسيرات وبعض الصواريخ هو قرار حكيم مليون بالمية، وهو ليس كما قيل في 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 ضمن مشروع الدفاع عن إسرائيل. لا، أنا لو كنت أنا رئيس وزراء أو وزير أو وزير دفاع أو كذا راح أتخذ نفس القرار، لأنه قرار حكيم، بدليل أنه مش كل الصواريخ أسقطت ومش كل الطيارات المسيرة أسقطت. بمعنى من كان يسير سار، من كان يسير سار، ومن وجد أنه فقد توجهه أسقط. هذا على الصعيد التكتيكي اللوجستي. اثنين، الأردن إيران بدها تتصارع هي وإسرائيل، ومش ضمن الأهداف التي يبتغيها الأردن. شو الهدف اللي يبتغيه الأردن؟ القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية الأردن ينظر لها من ناحيتين، أولا علاقته بالشعب الفلسطيني التاريخية، وأنها قضية الأردن بحكم تاريخ طويل من التشاركية. اثنين، هذا خطر استراتيجي على الأردن، لأن إسرائيل تهدد الأردن، وكون إيران تستهدف إسرائيل ضمن مشروعين متناقضين، والأردن ليس منضوي تحت المشروع الإيراني ولا يعترف بشرعيته في المنطقة. يعني الأردن لا يعترف بشرعية ما تقوم فيه إيران بالمنطقة، ولكن يعترف بها كنظام وكدولة لا تسيبنا من النظام. نعم، ولكن لا يعترف كمشروع إيراني، لأن الأردن هو من أولى الدول اللي حذرت من مشروع الهلال الشيعي وبعد ذلك القمر الإيراني، وبالتالي الأردن يقف موقفا مناهضا للمشروع الإيراني. كيف الآن بده يوقف معه في موقف شديد التعقيد؟ يعني خلينا نحكي بساط أحمدي. نعم، الأردن حليف للغرب، وهذا الحلف له تداعيات متعددة على الأردن. لنفترض أن الأردن غض الطرف بكل تفاصيله ووقف مع ما تقوم به إيران، الثمن السياسي على الأردن ماذا سيكون؟ سيكون باهظ جدا، لن نستطيع أن نتحمل تكلفة هذا. فما بالك والأردن تعلم أن إيران قامت بهذه العملية العسكرية بتكتيكات منسقة، ليس للحصول على أضرار عسكرية بل للحصول على مكاسب سياسية. يعني الضربة العسكرية كانت مكاسبها عسكريا صفر، صفر تماما، بينما لها مكاسب سياسية على إيران. هذا يجعل إيران طرفا رئيسيا في المفاوضات الدائرة فيما بعد حول الإقليم. ماذا سيستفيد الأردن من ذلك؟ طيب، هناك نقطة مهمة جدا، كلام الذي تتحدث به مهم جدا دكتور. أنت تتحدث بأنه إيران اليوم تعاملت حتى مع الهجوم الذي جاء على قنصليتها في عملية الرد بعد استراتيجي، أرادت أن تحقق أهداف استراتيجية ليست عسكرية آنية، بأنه أنا بدي أدمر، بدي أضرب البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية. لا، ليس هذا الهدف أبداً. لربما ستستثمره لاحقا. أيضا الكيان المحتل هو يتعامل مع قضايا للبعد الاستراتيجي. الأردن لما لم يستثمر مثل هذا الحدث؟ لماذا لم يقل للعالم الغربي بأننا نحن بإمكاننا أن لا نغلق أجواءنا في حال استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ على إسرائيل أن توقف عدوانها على غزة حتى نمنع أي من أحد يضرب المصالح الإسرائيلية. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم بأن هذا هو ما سيؤول إليه حال المنطقة، لتصبح منطقة للتجاذبات بين مشاريع أخرى إذا لم يوقف العدوان في قطاع غزة.
لين ما يستثمر هذه الورقة؟ مش راح أوقف أنا أحكي استراتيجيا. مش راح أوقف ودافع عن الحكومة، أوكي؟ ليس دفاع، أقصد بأنه تغافل عنها أو أنه نسيها. هل الأردن حتى تقف في مواجهة؟ أستاذ وسيم، لاحظت أنه إحنا أمام تحالف غربي غير معلن سابقا، صحيح ولا لا؟ صحيح. من قام بالرد على إسرائيل على المسيرات وأسقطها أغلبها هي قوة غربية فاعلة ومؤثرة وليست إسرائيل. نعم صحيح. وبالتالي كشف هذا الهجوم الإيراني عن تحالف داعم لإسرائيل، وهذا التحالف يقول للعالم كله، ولإيران لغير إيران للعرب لكل رايح جاي، إسرائيل هي مشروع غربي، مشروع غربي أساسي وسيبقى، وهي ستدافع عنه رغم كل الخلاف. قد صار لك تسمع خلافات بين أمريكا ونتنياهو؟ صحيح. في لحظات الحسم الولايات المتحدة كانت حاضرة ودافعت عن إسرائيل وحمتها. ربما لو كانت إسرائيل في مواجهة هذا الكم، هذا كم كبير، إيران تعتمد على أن الكثرة تغلب الشجاعة. إيران تعتمد أن أغرق منظومتك الدفاعية بكثير من الصواريخ، على الأقل لو سقط 10 صواريخ 20 صواريخ محملة برؤوس كيماوية أو نووية قادرة على تدميرك. يعني 4 صواريخ اللي سقطن حتى الآن بينهم، هذول لو إنهم محملات برؤوس كيماوية أو رؤوس نووية، ماذا سيفعل؟ كثير كثير. وبالتالي موقف الأردن مع إسرائيل، مع دولة الاحتلال، ليس معزولا عن سياقه الدولي وليس معزولا عن سياقه الإقليمي. لو جاء الأردن، وبدي أحكي بمنتهى الصراحة، لو قال أنا بدي أوقف ضد إسرائيل 100% الآن، هذا خلينا نفترضه، أولا بده باك أب، حدا يدعمه، بده عمق استراتيجي يدعمه عربي، غير موجود حاليا، صفر، الكل منخرط في مشاريع التطبيع. أنا ودي أروح فش حرب بالمنطقة بدون مصر. فش، انسى موضوع حرب أو موضوع مواجهة إسرائيل أو أي مشروع استعماري بالمنطقة دون مصر، انسى للموضوع هذا. فما بالك بدولة صغيرة مثل الأردن، يعني عدد سكانها وجيشها، بحاجة إلى دعم خلفي، باك أب له لحتى يستمر. بده ذخيرة، بده خبز بكرة يدعم الناس، بدك مستلزمات غذائية، بدك يتعب البنك المركزي. يعني بليلة واحدة نزلت العملة الإيرانية آلاف الأضعاف، نزلت بليلة واحدة. بالتالي بدك تقف موقف مثل بهذه الطريقة اللي نحكي احنا عنها، بده يكون ثمن باهظ. أسأل نفسي، هل أنا مستعد لدفع هذا الثمن؟ هذا واحد. هل أنا جريشت الناس لتحمل مثل هذا ثمن، من مثل هكذا ثمن؟ أذكرك بالثلجات شو صير على الأفران؟ أذكرك حال الشوارع، ما أنا بعرف يعني كيف أذكرك شوية تشت الدنيا كم هوش يصير بالشارع؟ نعم صحيح. إذن حتى تخوض حرب ومواجهة مع عدو يعتبر نفسه قاعدة متقدمة وهو مشروع استعماري إمبريالي، هذا المشروع لحتى تواجهه، لن تواجهه بالرصاص بالأول. مواجهته لا تكون بالرصاص، مواجهته تكون بالعقل. التغيرات التي يجب أن تحصل في البيئة الجغرافية السياسية العربية لمواجهة إسرائيل، لأنها ليست إسرائيل. إنساني موضوع إسرائيل، هذا هو مشروع يمتد في جذوره باتجاه الغرب، يجب لا يبدأ بالرصاصة، أبداً لن يبدأ بالرصاصة، يبدأ بالعقل، يبدأ بإعداد العقل، يبدأ بمشروع ديمقراطي عربي حقيقي بوطني. بديش دي عربي، بدي مشروع ديمقراطي وطني في كل دولة، يجعل كل مواطن يشعر أنه البلد بلده. جميل، هذه نقطة مهمة جدا. إذا اسمح لي أن أشرك معنا في هذا الحوار ضيفي الذي ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الحيلي. أستاذ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نقطة مهمة جدا ما أثارها الآن الدكتور منذر الحوارات، قال يجب أن يكون هناك ليس مشروعا وطنيا على المستوى الأردني فقط في ظل غياب المشروع العربي فعلا من أجل مواجهة يعني المشاريع التي تخوض صراعاتها اليوم في منطقتنا العربية. يأتي التساؤل، يعني حديث اليوم عن تغير كبير في معادلات الصراع والردع المتبادلة فعلا بين طهران وتل أبيب. طهران ردت
منذ أكثر من 45 سنة وهي تقود حروبها دائما في الوكلاء، إلا أنه يوم 13 من نيسان كسرت هذه المعادلة وذهبت إلى الرد المباشر. ولكن تساؤل كبير في ظل هذه المشاريع التي تتصارع في منطقتنا، المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني، أين العالم العربي من تلك المشاريع؟ تفضل أستاذ أحمد. والعالم العربي عالم لابد من أن نتحدث بشكل واضح أنه عالم ضعيف ومنقسم وفي حالة شتات، ولا يوجد هناك قرار عربي. يعني على سبيل المثال عندما ننظر إلى جامعة الدول العربية، أين هي جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية غائبة عن المشهد تماما. لا، عبرت عن قلقها. عبرت عن قلقها. نعم، لم تنعقد سوى بلقاء مع التعاون الإسلامي في السعودية. نعم، في 11 نوفمبر من السنة الماضية، بعد 40 يوم من بدء العدوان على قطاع غزة. صحيح. وأصدرت بيان حقيقة كان بيان جميل، والفقرات التي وردت فيه يعني لو طبقت أعتقد أنه كان تغير المشهد عموما في قطاع غزة. صحيح. لكن واضح أنه كان بيان وانتهى، يعني جف الحبر الذي على الورق وانتهى الأمر. لكن من حيث الواقع هنا ننظر إلى يعني بالأخير الفاعلية. يعني لا يمكن اليوم أنا في أي بلد عربي أن أقف مكتوف الأيدي إلى أن يتغير الوطن العربي وأن يتحد وأن يأتي عمر الخطاب ولا صلاح الدين الأيوبي ولا السلطان محمد الفاتح حتى نصبح أمة ثم نقوم بكذا. أحيانا كما يقولون أهل العسكر، الجيش أحيانا ينتظم أثناء المسير. يعني ليس بالضرورة أن نكون يعني على جهوزية تامة، وهذا لا يعني التراخي ولا يعني الفوضى، لكن أنه ليس بالضرورة أن نكون على جهوزية 24/24 حتى يمكن أن نتقدم إلى الأمام. لأن وجود المشروع الصهيوني في المنطقة هو أصلا مشروع متناقض مع مفهوم الأمة العربية. المشروع الصهيوني في المنطقة موجود هو يتناقض مع وحدة الهوية ووحدة اللغة ووحدة الأرض ووحدة الاقتصاد ووحدة المشاريع الأمنية بين الأمة العربية. من الذي رسم الحدود بيننا وجعلنا 22 دولة عربية؟ هو الذي رسم حدود إسرائيل. يعني من جاء بالقلم ورسم وجود إسرائيل في المنطقة هو الذي رسم حدود الدول العربية، ونحن اليوم نعيش مفاعيل هذا الرسم. الوجود إسرائيل كمشروع هو يهدد مصالح شعوب المنطقة ويهددنا كأمة واحدة. وبالتالي لابد دائما أن تكون الأجندة أجندة مواجهة هذا المشروع وتداعياته وآثاره السلبية على المنطقة لابد أن يكون أولوية. مع الأسف الشديد أن قبل 7 أكتوبر عندما نعود إلى أدبيات الدول العربية وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي نرى أن القضية الفلسطينية كانت دائما تحتل يعني سطرا مهما بأنها هي القضية المركزية، لكن حقيقة الأمر الواقع أنها سقطت عن طاولة البحث السياسي ولم تعد قضية تحظى بالاهتمام ولا بالرعاية السياسية ولا بالدعم المادي، سوى أن هناك سلطة فلسطينية تحتاج من الدعم المالي والمساعدات، وهناك بعض المواقف في بعض المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. وبهذا الشكل يعني هناك كان نوع من أنواع الإدارة للقضية، إلى أن جئنا أمام هذا التحول الذي حصل، وهو تحول يعني هو عبارة عن استحقاق. يعني الذي تحرك في 7 أكتوبر لا يمكن القول بأن الذي تحرك فقط حماس، الذي تحرك الشعب الفلسطيني. استطلاعات الرأي عندما نرى بأنها يعني تقف أو ترى في ما جرى في 7 أكتوبر تحت عنوان معركة طوفان الأقصى بأن أكثر من 70% من الفلسطينيين يقفون مع هذا الأمر. عندما تجري المؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأوسط استطلاع أيضا في العالم العربي، عندما يقوم المعهد العربي للدراسات باستطلاعات في العالم العربي، لاحظ معي أستاذ بسيم أن المركز العربي عندما أجرى استطلاع في العالم العربي كله أن 82% ممن استطلعت أراهم من العرب يرفضون أو يريدون قطع العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى أن المتغير الذي حصل هو تعبير عن ليس فقط نبض الشعب الفلسطيني، وإنما هو تعبير عن أمة.
لكن نحن حقيقة فيما يتعلق بالدول العربية والأنظمة العربية نحتاج منها أن يعني تمشي مواكبة لتطلعات الشعوب. إذا كان أنا سمعت يمكن يعني في ذي الكلام الأستاذ دكتور منذر فيما يتعلق بالديمقراطية والتفاصيل هذه، نعم هذا كلام جميل نحن بحاجة له، ويفترض أن يكون ليس بعد 100 عام من الاستقلال العربي، كان هذا المفروض أن يكون في الأيام الأولى. نحن اليوم تجاوزنا القرن من الزمان ولازلنا نتحدث عن أبجديات الحرية وأبجديات الديمقراطية وأبجديات العمل الديمقراطي، ولم نصل إلى المرحلة التي ننشدها. هل يعني ذلك أن نبقى مكتفي الأيدي أمام المشروع الصهيوني إلى حين أن ينضجنا فينا النموذج يعني المثالي للديمقراطية، وأن نكون نحاكي الدول الغربية في أنظمتها، وهي التي تستنزفنا سياسيا وتستنزفنا قيميا وتستنزفنا ماديا وتضع حقيقة الفرقة بيننا؟ هذه المنظومة الغربية هي التي تفعل ذلك. من الذي دمر العراق؟ من الذي دمر السودان؟ من الذي دمر اليمن؟ أعلم تماما أن كما نقول دودو من عوده، يعني هناك مشكلة لدينا كشعوب، لكن هناك من قوى خارجية من صبت الزيت على النار، لأنها لا تريد لنا كدول ولنا كشعوب أن نكون رائدين في منطقة غنية بشعوبها، غنية بمواردها، غنية بالجغرافيا السياسية. ولذلك نحن نعاني حقيقة، الأمور مزدوجة، الأمور متداخلة، لكن أنا أعتقد أنه لابد أن نضع المشروع الصهيوني في المنطقة، إسرائيل في المنطقة، أن تكون من ضمن الأولويات التي لابد أن نجابهها كأمة. وقد تكون الدول والشعوب كلهم بما تستطيع لها دور، لكن أن نقف حقيقة عاجزين أو متفرجين عما يجري، أو نحاول أن نعبر عما في صدورنا من خلال البيانات والتصريحات ونقطة أول السطر، هذا حقيقة لا يغير الحال. جيد، أنقل هذه النقطة للدكتور منذر هنا ضيفي في الأستوديو. لما ننتظر كل هذا الوقت؟ اليوم الأولوية يجب أن تكون ببدء مجابهة المشروع الصهيوني. يعني ما حدث ليلة 13 من نيسان الجاري أيضا كشف حجم ضعف هذا الكيان الذي تداعى له الغرب ودول في المنطقة من أجل صد الهجمات التي، يعني هذا الذي يقود المشروع الغربي إذا ما كان في هذا الضعف لولا أنه تداعت هذه الأنظمة الغربية من أجل حمايته. ما الذي يعيقنا اليوم من إيجاد مشروع عربي؟ هلأ أنا بعلم مشاكلنا الداخلية، وأنت قلت بالعالم العربي إذا صار في منخفض جوي بتخرب الدنيا، فكيف إحنا بدنا نخطط لمشروع؟ بس هذا لا يعني أن لا نبدأ. نحن دكتور منذر، ما المعيقات الحقيقية التي تقف أمامنا؟ أعود قليلا إلى التاريخ. منذ البداية قاوم العرب المشروع الصهيوني منذ اليوم الأول إعلاني. كانت هناك مظاهرات في فلسطين، في عواصم عربية، كانت هنالك حرب 48 بكل ما حاطها من تخوين وبكل ما حاطها، لكن القراءة التاريخية الحقيقية تقول أن إسرائيل كانت تسبق العرب بقرون ذهنية وبقرون تقنية، وبالتالي كان من كانوا يروها أنه ممكن فيل يدعس نملة، برأيي العكس صحيح، ليس بالتعداد. صحيح كان عدد الجنود الصهيونيين أكبر بكثير، 120,000، وعدد العرب 19,000 أو أكثر وبلش يزيد، ولكن الفارق التقني الحضاري كان هائل جدا بين الطرفين، بحيث أنه كل هذه الدول المجتمعة واللي كانت في حينها أغلبها تحت الاستعمار لم تؤثر حقيقة في منع قيام هذا المشروع الصهيوني. ولولا تداعيات معينة ربما لتوسع إلى كل فلسطين، وربما ذهب إلى بعض الدول العربية. فارق القوة كان كبيرا، فارق العقلية كان كبيرا، فارق المقدرة على استخدام التقنية كان كبيرا، وبالتالي كانت الهزيمة محققة لنا، كانت الهزيمة محققة. ومن ثم هزمنا بال67 بعدما قامت الدولة الوطنية، واحتكر القرار السياسي لمصلحة أن المعركة تبطل كل المشاريع الأخرى، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هذا كان الصوت العربي الطاغي. ومع ذلك
انكسر هذا المشروع في 67، ربما أعيد إحياؤه قليلا بال 73 وقبله بال 68، ولكن بالنهاية حالة انكسار المشروع المقاوم، العرب هم من قاوموا إسرائيل، المقاومة الحقيقية للمشروع الصهيوني هي كانت من قبل العرب، ولكنهم فشلوا. منظمة التحرير الفلسطينية دفعت عشرات آلاف الشهداء ودافعت عن فلسطين، ولكن بالنهاية اكتشفت أنه هذا الطريق لن يؤدي بها إلى نتيجة، وبالتالي فكرة الحرب مع إسرائيل على علاتها، أنا مش ضد، مش منع مع أنه نستنى، ولا يجب أن ننتظر 100 سنة أخرى. إحنا تكون الشعوب لا يتم في ليلة وضحاها، بحاجة إلى سيرورة طويلة تبني من خلالها إطارها الذهني لتصورات. إحنا الدول ما بنت نتيجة، خلينا نعود شوية لفلسفة الأشياء، الدولة العربية لم تنبني نتيجة صراع صراع وبالتالي تفاهمات داخلية. إجا الاستعمار مسك الخارطة وقال هاي الأردن وهاي سوريا وهاي فلسطين وهاي مصر وهاي وهاي وهاي. ربما الدولة العربية الراشدة الوحيدة لو لم ينقسم عنها السودان كانت هي مصر. بينما أخذ مشروع إيران، إيران دولة راشدة من 300 سنة، دولة بحدود واحدة بشعب واحد، صحيح في تناقضات اجتماعية وقومية وقبلية وأثنية في هذه الدولة، ولكنها كانت بجغرافيا واحدة. تركيا وحدتها حرب أمة قادها أتاتورك، وحد فيها تركيا في إطار جغرافيا سياسية واحدة بعد انهيار الخلافة العثمانية. دولة الاحتلال على صغرها وتشتتها استوحت حدثين اثنين، أولا الحضارة الغربية بكل ما تتميز به من تقنية وإبداع ولا ننكر ذلك، ثانيا مشروع صهيوني ابتدأ، ومشروع الدراسات التوراتية اللي ابتدأ قبل 200 سنة من المشروع الصهيوني، وبالتالي في تواصل بالفكرة والدفاع عنها. بينما العرب خرجوا من الخلافة العثمانية، ما فيش دول أصلاً، ما فيش دول، كانوا عبارة عن تبعيات، لا تنمية ولا إشي، ما كان فيها ولا زال، ما كانش فيها إحساس موحد، ما كانش فيها إحساس تجاه هوية محددة. كلنا قبائل، بأغلب الدول العربية كانت مجموعة من القبائل أو مجموعة من الطوائف أو مجموعة من الأثنيات، كل يدافع عن نفسه، كل يدافع عن نفسه لأنه يريد البقاء، وبالتالي تكرست مفهوم الوعي العمودي، مش الأفقي الوطني، مفهوم الوعي العمودي، القبيلة الأثنية، سمي ما تشاء من تقسيمات طائفة. إذن الزبدة في هذه النقطة دكتور، لم يتكون مشروع رؤية مشتركة. يعني بعدنا حتى الآن، حتى بدولة بالأردن عمرها 100 سنة، نفكر عبادي صخري حسني فلسطيني من نابلس من القدس من كذا. فكيف الحال على مستوى لازلنا وتثبت كل حدث كبير يثبت أنه هذه التقسيمات حاضرة وبقوة، حتى ننخرط في إطار وطني واحد ونستطيع أن ندافع أول شيء عن أنفسنا يا أخي، أنفسنا ندافع عن بقائنا وعن وحدتنا. إسرائيل ما يحط الأردن كواحد من مشروعها، على فكرة إسرائيل لا ترى الأردن وطن قومي بديل للفلسطيني، انسى الموضوع، هي ترى الجزء الآخر من المشروع الصهيوني، هي تعتقد أنه تمت خديعتها وأخذ منها الجزء الآخر من المشروع الصهيوني، وبالتالي يوما ما عليها أن تكمل هذا المشروع. ما كانوا يقولوا الضفة الغربية لنا والشرقية لنا، هيك كانوا يحكوا، وبالتالي احنا بحاجة لشغل. هل الآن أيات أفضل وأحسن إني أحارب إسرائيل بعقلية وذهنية وتقنية متخلفة عنها 1000 مرة وأهزمها في معركة وتهزمني في حرب؟ أنا ممكن أهزم إسرائيل في معركة، لكن راح تهزمني في حرب. الصراع مش معارك، الصراع اللي نخوضه مع إسرائيل مش مع إسرائيل، إسرائيل هي مشروع جزء من مشروع استعماري غربي، بقيت ستتفكك ذات يوم، لأن هذا المشروع ضد الطبيعة، ضد الواقع. ولكن المشروع الأكبر اللي يجب أن نقوم فيه هو مشروع الوعي وإدراك المخاطر ومن الإيمان بالذات العربية، إنه هي إلى حقوق يا أخي، إلى حقوق، حتى تستطيع الأستاذ ليش النظام العربي الرسمي
ما عاكس 70% من استطلاعات الرأي العربية. إذن معنى ذلك أنه في نظام رسمي لا يتساوق مع رغبات مواطنينه، وهذا النظام لو كان مبنيا على أسس ديمقراطية حقيقية لتساوق مع رغبات مواطنه. بايدن ميتشيغان لحالها خلته يغير كثير من المواقف، لأنها كانت على هي فيها عرب وكان ممكن تكسره انتخابيا، وبالتالي غير من خطابه تجاه إسرائيل مشان يراضي هذول الناس. تخيل، فما بالك مساحة جغرافية هائلة فيها أكثر من 400 مليون لا فيها ديمقراطية ولا يتمثل، ويقول قادتها عكس ما يرغب مواطنيها. جيد، إذن اسمح لي فقط يعني أستاذ أحمد في نقطة مهمة جدا أيضا، الحديث عن انعكاسات اليوم ما يجري في المنطقة وما هو ما يهمنا ونتابعه نحن منذ أكثر من يعني 7 أشهر على مسار العدوان اليوم في قطاع غزة. كيف سيكون ذلك؟ هذا التراشق وهذا التبادل ما بين الضربات، ومن ينتظر هنا ومن ينتظر هناك، والعرب يجلس على كرسي المتفرج. ماذا عن مسار العدوان في قطاع غزة إذا ذلك؟ يعني قبيل التعرض لموضوع مسار العدوان، اسمح لي في ملاحظات عاجلة أستاذ بسيم. تفضل. يعني في الحوار مع الدكتور منذر، صحيح أنه في العام 1948 كانت تتشكل الدولة القومية وهجمت الدول العربية لاعتبارات كما تفضل بها، لكن نحن نتحدث من 1948 إلى 67، نتحدث عن 19 سنة الدول العربية هجمت في 6 أيام، مع العلم بأن من 48 إلى 67 كان هناك شعور ووعي بأن هذا احتلال ولابد من مقاومته. في المقابل من 67 إلى 73 6 سنوات، عندما أرادت مصر أن تواجه إسرائيل، نعم أخذت قرارا بذلك وحشدت وفعلت، وفي 6 سنوات استطاعت أن تواجه إسرائيل في العام 73 وأن تنزل بها هزيمة سجلت في التاريخ، بغض النظر هل هذا الحرب كانت للتحرير أم للتحريك، هذه مسألة سياسية ممكن الحديث فيها، لكن صحيح. أنا فيما يتعلق بالإمكانية والقدرة والإرادة والقرار، هو يحتاج من القيادة العربية، من قيادة الدول، أن تضع أمامها هدف وتعمل للوصول إليه. ونحن اليوم لدينا نموذج، يعني أنا لا أقول أن هذا النموذج يعني هو النموذج المثالي، لكن النموذج حقيقة نتوقف أمامه. 17 سنة قطاع غزة محاصر، شعب محاصر، شعب فقر يتعرض لكل شيء، واستطاع خلال هذه السنوات أن ينتج شيئا ما ذاتيا واجه في الاحتلال الإسرائيلي. ولعل هذا أيضا يعني يرد على فكرة المسألة التقنية. صحيح اليوم العالم متقدم تكنولوجيا ولا بد أن نكون متقدمين تقنيا، لكن العامل التقني ليس هو العامل الوحيد في المواجهة. العامل التقني على أهميته هو أحد العوامل، لكن لابد قبل كل ذلك أن نمتلك القرار والإرادة. بناء عليه يمكن امتلاك التقنية، حتى لو كان هناك نقص في التقنية، نحن أصحاب يعني مشروع أمتي يستطيع أن يتجاوز الكثير مما تعاني منه الأمم الأخرى. ولاحظ بالمناسبة من بعد 7 أكتوبر هذا كان مناسب لإعادة إحياء منطق الأمة فينا وفكرة الأمة فينا، وفكرة أننا صحيح شعوب ذات بعد وطني، والبعض يحب يسميه قطري، لكننا دماغنا واحدة، لغتنا واحدة، ديننا واحدة، جغرافيا واحدة، تاريخنا واحد، مستقبلنا حتى المشترك واحد. وبالتالي ما حصل خلال 6 أشهر حقيقة بيعطينا دفعة إلى الأمام بأن نعيد التفكير في كيفية نهوض هذه الأمة. وأنا أعيد التأكيد على أن من أحد أهم مقومات استعادة نهضة المنطقة العربية والأمة العربية هي مناهضة المشروع الصهيوني، لأنه وضع منذ عام 1948 ليستنزف هذه المنطقة وليستنزف هذه الأمة لصالح الغرب، المنظومة الغربية التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية وأرادت أن تضع هذا الكيان ليكون عبارة عن مسمار في نعش الأمة العربية، فلا بد من مجابهته حتى نستعيد جزء من وعينا
جزء من مصالحنا ومن قواسمنا المشترك. هذا اعتقد انه جدا مساله مهمه. فيما يتعلق بسؤالك بشكل مباشر استاذ بسيط في مسار وان على قطاع غزه، واضح تماما ان الاحتلال الاسرائيلي ذاهب باتجاه الاستمرار في المعارك في قطاع غزه. قد يكون نوع من انواع التبدل في التكتيكات العسكريه، بمعنى كان سابقا خلال الخمسه اشهر الماضيه يذهب باتجاه الاجتياحات الكبيره والشامله والمدمره، لكن بعد ان دمر معظم قطاع غزه وقتل 33 شهيد وهناك 20,000 مفقود وهناك 74,000 جريح، واضح انه بعد الفشل في عمليه احراز تقدم استراتيجي فيما يتعلق بقطاع غزة، فشلوا في تحقيق أهداف التي أعلن عنها والحد اليوم لم يستطع أن أي منها، هو الآن يريد أن يعني يغير. لاحظ خلال الأسابيع الماضية كان انكفاء أو انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الحرب البرية، لأنه رأى بأنها تشكل له استنزاف مستدام، لأنه لم يستطع أن يسيطر على أي منطقة داخل قطاع غزة، حتى منطقة حزام السرير ما زالت حزاما يعني تحت أقمار وتحت قذائف محكومة، وهذا الأمر فيه تحدي كبير جدا للاحتلال. الاحتلال يبدو وكأنه الآن اختار منطق العمليات الجراحية والعمليات الموضوعية والدخول والخروج لتحقيق أهداف جزئية يعني يستطيع أن يحددها وفقا للاستخبارات والمعلومات التي ترد له. نعم. لكن لازلنا أمام سياق تصعيدي مفتوح في قطاع غزة، وأحد معالمه هي فكرة اجتياح رفح أو الدخول إلى رفح، وهذه مسألة أعتقد أنها أرجئت في أجندة الجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن تقدم الحادث الصدام التي جرت مع إيران بعد أن تم استهداف القنصلية ورد إيران على هذا الهجوم بهجوم آخر، وبالتالي صار تأخر في فكرة الموضوع. فالآن المنطقة كلها مفتوحة على العديد من السيناريوهات اللي ممكن تذهب بعيدا، لكن لا زال قطاع غزة هو عبارة عن مسار تصعيدي، مسار عمليات عسكرية للاحتلال. وانا اعتقد انه الاحتلال بشكل اخر استاذ بسيم يتحول خلال الاسابيع الاخيره مساحه استنزاف للاحتلال. واضح ان المقاومه تقوم بعمليات في الشمال، تقوم في الوسط، تقوم في الجنوب، ويعني توقع خسائر في الاحتلال بطريقه يبدو انها تاخذ النفس البعيد او النفس الطويل، بمعنى عمليات ليست مكثفه لكنها مستدامه. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة الأستاذ أحمد الحيلي. بالعودة للدكتور منذر. دكتور منذر، إذن هزيمة المشروع الصهيوني هو أمر متعلق بالإرادة قبل أن تكون تتوفر الإمكانيات. الإمكانيات سهل جدا أن تتوفر، ونحن عالم عربي مليء جدا بالموارد والخيرات اللي بتساعده ممكن توفر إمكانياته، ولكن علينا أن تتوفر الإرادة. ليس أنت تحدثت عن تاريخ الصراع مع هذا المشروع الصهيوني وذكرت محطات 48 و67 و73 و68 وما إلى ذلك، ولكن ألا تعتقد أنه اليوم أمام العرب أمام فرصة حقيقية تستثمر مثلا ما حدث في 700 أكتوبر أن يتم البناء عليه من أجل التحرر من هذه المشاريع التي دائما لطالما العرب يدورون بفلكها، بينما وصلت بها المرحلة الآن هو يجلس على كرسي المتفرج فقط، وترسم الخارطة على أرضه ومنطقته وبدمائه، وهذا الشيء المؤسف. طيب سأ أعود لثلاثة وسبعين، واللي عندما أراد العرب أنهم يحاربوا انتصروا جزئيا على الأقل. صحيح. لماذا؟ كان في مشروع يدعمهم مناهض، كانت الشيوعية الدولية والاتحاد السوفيتي في مواجهة الغرب، قوة عظمى في مواجهة قوة عظمى، قوة لها تأثير ولها ثقل ولها وزن، دعمت المشروع المصري في مجابهة إسرائيل، لأنه كان يعني الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، رغم أنه مصر طردت المستشارين، ولكن هذا المشروع كان من 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 أهدافه أن يفت
من عضد المشروع الغربي في قاعدة المتقدمة إسرائيليا، وبالتالي بدون حليف دولي موثوق وداعم لا تستطيع أن تخوض معركة كبرى في مواجهة حلف كامل. بواحد نيسان كشف العالم الغربي عن أنيابه الحقيقية وقال أنا هنا وأنا أشكل حلفا للدفاع عن هذه جزء من أرضي، هذا لا يدعوني إلى الاستسلام حقيقة، وأنا لن أبدو كمستسلم، ولكن كيف لي أن أقيم مشروعا عربيا الآن؟ كيف لي أن أقيم مشروعا لمواجهة الولايات المتحدة ومشروعا لمواجهة دولة الاحتلال إسرائيل، هذا المشروع الصهيوني، وعندي دول عربية خارجة أساسا من مفهوم الدولتية، خارجة يعني الآن العراق يعود رويدا رويدا، هذه كلها كانت في مسار الطريق، مسار القدس دعني أسميه، هي دول خارج الدول. الآن سوريا هل هي دولة مكتملة؟ إجابة، هل هي ممزقة؟ ممزقة بين طوائف وقبائل وأثنيات، وسوريا سوريات، مناطق نفوذ أمريكي، مناطق نفوذ لكل دولة بالعالم، لكل مجموعة بالعالم. هل لبنان دولة مكتملة؟ مع احترامي للبنان، لكن هل طالما الدولة فيها أي سلاح خارج إطار الدولة معناته هي دولة غير مستقرة، دولة داخل ودولة دولة فاشلة، دولة فاشلة. طالما في سلاح آخر في الدولة غير الحكومة والدولة معنى ذلك ما هي دولة، هي دولتين على طوق، هي أحكي. أنا ما بحكي على الله. الدولة الأهم اللي أخرجتها الولايات المتحدة من حلبة الدولتية هي العراق، اللي خلق خروجها فراغ جيوسياسي سمح لدول الإقليم أنها تتمدد بمنطقتنا وتبحث عن مشاريعها على حسابنا، ومنها إسرائيل دولة الاحتلال. هل العراق الآن في سبيل، في صدد أنه يدخل في مواجهة مستدامة؟ من المؤكد لا، لكن من الذي احتر الدب إلى كرمه؟ العرب من أسقطوا العراق. هل الآن العراق هل لما شيل هاي الورقة مش كانت تملى فراغ؟ نعم صحيح، راح الفراغ، راح الورقة، بالتالي في إشي بدي يحط الحل محله، سيأتي من يملأ. إذن جاءت نعم. قوة لا تحب العراق، خليني نعم. أسميها ببساطة، هاي لا تحب العراق وأرادت أن تكمل طريقها إلى القدس، وعندما جاءت لحظة القدس لم نرى إلا لحظتها هي يعني أهل غزة والقدس وتنتهك في كل لحظة من أشهر ومن سنوات، ومع ذلك عندما جاءت المعادلة باتجاه البلد نفسها، وعني هنا إيران، جيش القدس من متى شكل؟ من متى؟ وكم دولة عربية دعس في طريقه، في الطريق إلى القدس؟ أين هي الآن؟ ما نحناش احكي لي عن أشياء، هل قدم فعلا ملموسا على الأرض ينقذ أهل غزة الذين قتلتهم إسرائيل بدم بارد؟ هل قدم؟ هذه المشاغلات، حدا يقول لي راح ثلث الجيش، غزة مش دولة، بدنا نعرف انه ثلث الجيش ما كانش في له داعي بغزة، وبالتالي عملية المشاغلات الهمجية هذه لم تنقذ الفلسطينيين. وبالمقابل عندما جاءت اللحظة اللي أوذيت فيها إيران تدخلت لمصلحة نفسها. خلينا نحط النقاط العروض. تمام، دعنا لا، لماذا لا يكون مشروع عربي اليوم؟ هذا ما أقصده، مشروع عربي. ولكن ألا ترى بأن المقاومة اليوم أحرجت أنظمة 22 دولة أحرجت عربية، أحرجتها وحطتها بالزاوية الفلسطينية التي تخوض المعركة ضد المشروع الغربي، وأنت قلت بأنه هذا مشروع غربي وليس إسرائيلي فقط صهيوني. نعم. ضد المشروع الغربي لسبعة أشهر وهزمته يعني. لمدة يوم كامل، لأنه امتلكت الإرادة من أجل المواجهة، هزمته لمدة يوم كامل، بس كان في باك أب لها، كان في دعم يعني عفوا، غزة جزيرة محاصرة مزبوط ولا لا؟ صحيح، زنزانة كبيرة يا سيدي، زنزانة كبيرة، زنزانة كبيرة، نعم 17 يعني عملوا الله يخلف عليهم 22 17 سنة حصار وسووا 7 أكتوبر، الله يخلف عليهم، لكن مش كان بدهم ذخيرة متواصلة؟ نعم صحيح، مش كان بدهم أكل متواصل؟ صحيح، مش كان بدهم مية متواصلة؟ مش كان بدهم منظومات صواريخ تحمل مدنيين؟
وش كان بينهم أكل مخزن؟ لو كان في باك أب داعم لهم هل هذا كان يحصل الآن بغزة؟ ما كانش راح يحصل. إذا لماذا لم يحصل؟ لماذا لم يحصل؟ هل هو خيانة؟ أنا ما بعرف شيء اسمه خيانة. مفهوم الخيانة ما يركبش بذهني نهائيا، ما في. هذه دول إلها مصالحها السياسية. الآن كوننا لا نتحدث عن مشروع واحد عربي يتحدث عن أمة عربية واحدة في داعم رئيسي إلها قوة عظمى دولية، معناته كل دولة بدها تخلص حالها. كل دولة بدها إيش؟ لو كنت أنت رئيس دولة بدك تخلص حالك ولا لا؟ نعم صحيح، بس ياريت أن كل دولة بتخلص حالها. ما ولا راح تخلص. المشكلة أنت تعلم أن هناك دولة تتآمر وتتدخل وتعبث بكثير من الدول ومعروفة الآن، ما حدا والله بيذكرها بالخير. أنا لا يعنيني دولة معينة، تمام، أنا لا يعنيني. الآن كل دولة، كل نظام سياسي عربي، كل مسؤول عربي شو هدفه؟ إيش هدفه؟ يبقى، صح ولا لا؟ طيب جميل. هل لو وقف مع غزة يبقى ولا يروح؟ يروح فورا بدون نقاش، بدون ما فيها جرة قلم، هاي بس على السريع. بالتالي كل أحد لأنه منفصل عن الكل ولأنه ما فيش آلية تجمع الكل على مصلحة واحدة، لذلك كل أحد في مفرده يدافع عن مصالحه بمفرده. طيب، والرؤية للقضية الفلسطينية اختلفت. بلاش نضحك على حالنا يا أخي. كلامك صحيح. أنا بدي حاب أحكي معك بصراحة. منذ أن جاءت اتفاقات أبراهام، ولا أبراهام ولا قبله، من قبل أبراهام، من يوم أو كشفت من يوم الثورة الإيرانية، من يوم إجا الخميني، صارت كل دولة عربية ترى الخطر الذي يهددها بعيدا عن إسرائيل. وربما أصبحت بعض الدول ترى إسرائيل طوق نجاة لها. صحيح، طوق نجاة لها. وبالتالي تضاءلت أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للكثيرين. بعدين ليش نروح بعيد؟ دول عربية تتحارب بينها وبين بعضها ومستعدة أن تقيم تعاون دفاعي مع إسرائيل وهي تضرب جارتها، كيف توحدها مع بعضها؟ طيب، إذا هذه الصورة والله البائسة والمحزنة جدا، بائسة يا أخي العربية. بلاش نضحك حالنا، صورة بائسة. صدقت. كيف سينعكس هذا على غزة مستقبلا؟ الآن هيو الآن قدامك. لو في قرار عربي موحد مبني على أسس الشراكة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، واللي فلسطين الدولة اللي تعترف فيها كل الدول العربية موجودة فيها، لكان العرب كلهم قالوا والله بدنا ندافع عن غزة. لكن رؤية العرب إلى غزة أخذت منحيين. المنح الأول إنه هاي حليف لإيران وأداة لإيران، وبالتالي إيران عدوتنا، خلي إسرائيل تسحق سحق، هذا واحد. اثنين، الجزء الآخر رآها جزء من التيار الإسلامي المعادي لبعض الأنظمة العربية، وبالتالي أيضا لعدائه مع هذا التيار قال خلي إسرائيل تسحق سحق، صحيح، خلصونا منها. هذا الأمر لأنه على أمل إنه يخلصها من جهتين. أولا جماعة إيران يقول لك يروح واحد من أحلفاء إيران، وجماعة الأخوان المسلمين والتيار الإسلامي يقول لك يروح أن لا ينتصر هؤلاء، وبالتالي يختفي المد الشعبي لهم وينهار فجأة، وبالتالي الله لا يردهم، خلهم يروحوا. إحنا نشتغل على القاعدة الإنسانية. فعلا العرب اشتغلوا بإخلاص شديد لمساعدة الغزيين، هذا لا ينكر، ولكن هل فعلوا ذلك عسكريا مع حماس؟ العرب قرروا أن يذهبوا سياسيا باتجاه إيقاف الحرب، قرروا، وهذا كان مخلصين فيه. ولكن إذا ما إلك أنياب بالسياسة، ما إلك تأثير، اكتشفوا ما في تأثير، أنهم لا يشكلون أي يعني تحكي الآن إيران خلال مرحلة تاريخية قبل ما يصف فيها الغرب، إما باتجاه أنها تذهب مع معاهدة سلام مع إسرائيل زي مصر بعد حرب تشرين، أو إنها تروح باتجاه التدمير الذاتي والداخلي. هذول اتجاهين إيران الآن، فش غيرهم الآن. هذه الإيران مقبلة على خطر كبير. العرب ليسوا كإيران، يعني قاعد أقول لك ليسوا كإيران. إيران لديها مشروع أيديولوجي، جزء أنا نسيت اللي كنت بدي أحكيه لكن سأستعيده. إيران لديها مشروع أيديولوجي، استخدم
نموذجين، معلش أجوز أنا تغضبوا مني أو كذا، بس خليني أحكي. المشروع الأول هو المشروع الأيديولوجي باتجاه طائفة معينة، ونجحت فيه نجاحا باهرا. باقي العرب من غير تلك الطائفة استخدمت حبه للقضية الفلسطينية، واستخدمت تبنيها للقضية الفلسطينية في سبيل أن تخلق توازنا بين صناعتها لطائفة وبين صناعتها لمشروع. هذول الاثنين لازم تعمل بينهم بلانس. وبالتالي تبنت مشروع الدفاع عن فلسطين، والله ليس حبا بفلسطين، والله ليس إنقاذا لفلسطين، وهي لن تدافع على أن فلسطين بقطرة دم إيرانية. وأنا أقول هذه رزقي على الله. صحيح، ولكن لو وجدت الفلسطينية والفلسطين هي داعما، هي مسؤولية فلسطين، هي مسؤولية العرب. نعم أيوه، هذا ما أقصد. لن ينقذ فلسطين إلا العرب، لكن كيف لي أن أحصل على قرار عربي موحد طالما الفلسطينيين نفسهم ما عندهمش قرار وطني موحد؟ لازم لما نحكي نحط كل الأوراق على الطاولة. لا، طالما الفلسطينيين مختلفين على مشروعهم الوطني، مختلفين. هلا الإسرائيليين قديش كانوا يتحاربوا بالشارع، قطعوا بعض بالشارع، صح ولا لا؟ صحيح. لما حسوا حالهم بخطر وجدتهم هيك لحمة واحدة، لحمة واحدة، كلهم في مواجهة الخطر. في دولة الاحتلال كانت تحارب بغزة، تعتدي على غزة، تحارب في لبنان، وتضرب الإيرانيين بسوريا وتهددهم، ومع ذلك كانت الديمقراطية ماشية زي الليرة الذهب، وكانوا يبحثوا عن انتخابات مبكرة، والناس تتظاهر بالشوارع وتسب نتنياهو من راسه بساسه. ومع ذلك صحيح كانوا يعتدوا على الشرطة، على المتظاهرين، ولكن لم يجرؤ أحد ليقول لأحد أنه أنت ممنوع عليك تتظاهر. نعم يجرؤ. صحيح، هذا اللي يصنع الدول. هذه نقطة مهمة جدا. يعني نحن نتحدث عن الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن شاب إذا بهتف بالشارع اليوم للمقاومة الفلسطينية بيروحوا بجروا بزتوا يلتعن أمه بعزبه بالحبس. للأسف. أنا بدي أشكرك والله على هذه الصراحة والوضوح دكتور منذر، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا دكتور منذر الحوارات مشاركتك معنا في هذه التغطية. وأنتم مشاهدين أيضا فاصل قصير، ومن ثم سنعود، سنذهب إلى قراءة في التصعيد العسكري بين تل أبيب وحزب الله اللبناني أيضا بعد الفاصل، لا تبتعدوا.